بلغ مولاي السلطان بوصولي. خلصنا، حاجة تبكي وحياتك رح تنحل. كيف رح تنحل يا سلطانة؟ مو بس السلطانة هي عم عرفت، مولاي السلطان عرف بوجوده هون. سمو الأمير وقع بورطة كبيرة وكله بسببي أنا. أنا السبب بكل يلي صار. مولاي، أنت شو مفكر حالك عم بتساوي؟ جاوبني! أنت كيف بتتجرأ وبتترك إمارتك وبتجي على العاصمة من دون ما تاخذ إذني؟ ما عندي غير جواب واحد يا مولاي. الحب. حبي لهوري جيهان خلاني ما أشوف شيء. هالحب رح يخليك تخسر أبوك. ما بتعرف شو رح يكون ثمن هذا الشيء؟ هوري جيهان بترجع لعند بيان، وأنت بترجع على كوتاهيا بتطب أغراضك. رح أبعدك وعينك بأبعد إمارة بمملكتي، بركي بيرجع عقلك لراسك. مولاي عاقبني عقوبة تانية، بكوتاهيا رح أقدر أعيش مع ذكرياتها. أرجوك لا تحرمني منها. أخرس فوق منها جاي بكل وقاحة تقلي أنا شو بدي ساوي. نلع من وشي، ما عاد بدي شوف خليتك. نلع! ادخل. مولاي، اجت السلطانة هوري جيهان. خليها تفوت. حاضر. مولاي سامحوني، أنا عم أزعجكم بس. إذا جاي مشان تحكي بموضوع بيزيد لا تعذبي حالك، القصة خلص انتهت. هاي المسألة بيني وبين ابني بيزيد، أنت ما دخلك. ما أجيت منشان هيك يا مولاي. جبت لك هذا الدفتر. شو هذا الدفتر؟ هذا دفتر المرحوم أبي. بزماناته كان رفيق عمرك، كنتوا تحبوا بعضكم. هذا الدفتر تبع أخوك إبراهيم باشا. أنت يلي هديته يا عرفت شغلات عن هداك الشيء اللي صار بالغرفة يلي جنبكم بهديك الليلة. قالوا لي إنك أنت يلي عطيت الأمر بقتله، بس ما صدقت هالشي وما بصدق. وهالدفتر بيثبت عكس هالشي. مولاي هالدفتر لازم يبقى معك، لأنه بكل سطر فيه عم يحكي عنك. ما بعرف شو رح يكون حكمك بخصوص بيزيد،
بس بعرف سمو الأمير، روحه ما لقي ما عنده مقابل حبك له. إذا أصدرت حكمك بترجاك تكون رؤوف. أول ما مشيت بهذا الطريق كان في كتير ناس حوالي، بس للأسف اختفوا واحد ورا التاني، ضلوا كم واحد، وانت واحد من اللي ضلوا يا نصوح. هذا من لطفكم مولانا. اللي خلاني بعد عن الناس اللي بحبهم، واللي خلاني أعيش ببحر من الهموم والأحزان والمشاكل، بتعرف شو هو يا نصوح؟ إني ما شفت منهم الإخلاص، ومن وراء هالسبب ومشان أعرف كل شي عم بيصير حوالي اضطريت أمر حراسي ووكلهم بمهمات خاصة مشان أعرف الحقيقة. مع الأسف انت كمان وكلتك بوظيفة مهمة كتير، طلبت منك انك ما ترحم حدا ابدا، بس انت خبيت الحقيقة يلي بتتعلق بيزيد عني وما حكيت لي اياها، وصرت من طرفه. اخترت انك تكون مخلص لبيزيد بدل ما تكون مخلص الي انا. أنا يا مولاي ما توقعت أبداً المسألة تكبر لهالدرجة. مين بيعرف، بجوز تكون مخبي عني شي بخصوص مصطفى. وهيك أنت كمان طلعت برات الدائرة. Thank you.
سامحني مولاي، أنا بعرف إنه من اليوم اللي ولدت فيه لهلا وأنت حاسس بخيبة أمل تجاهي. يمكن لأني دائما كنت بظل إخواتي، لهيك كنت دائما حاول برهن لك عن قوتي. بس للأسف أنا كل مرة كنت أرجع وأرتكب خطأ أكبر من اللي قبله. وأنت ليش عم بتقول هيك يا بيازيد؟ اهتمامك الكبير كان بأخي مصطفى لأنه كان شجاع وقوي، ومن بعده بأخي محمد اللي كان غالي عندك لدرجة إنك حطيت له عرش فوق قبره يا مولاي، وأخي سليم يلي شفته بليق بإمارة منيسة أكتر مني. مثل ما هنن أولادي، أنت كمان قطع مني يا بيازيد. حتى إذا بدك، لولا عصبيتك الزايدة اللي بتنفجر مثل البركان، كنت أنت طلعت أكتر واحد فيهم بشباني. وهذا اللي عم تحكيه ما بيصير. أنت من المفروض يا بيازيد تكبر شوي وتصير رجال. إذا بدك يعني ارفع راسي وافتخر بنجاحاتك المهمة كأب، لازم بنفس الوقت تتحمل مسؤولية أخطائك كمان. يمكن أنا في شغلات كتيرة ما علمتك إياها أو علمتك إياها غلط، لأني ما قلت لك. لأني ما حسستك إنك قطعة من روحي وإني بحبك. سامحني بابا، سامحني. مولاي، شوفي يا رستم، جانا خبر سيء يا مولاي. قائد الأسطول البحري خضر الدين باشا أعطاكن عمره يا مولاي. يمتلئ قلبي بالحقد وبالألم والغضب، أحس بطعم غضبي في فمي في داخلي مثل بقعة في صفحة بيضاء، وأقع في الشك. حينها أهلع لأن أفتح المثنوي لجلال الدين الرومي حتى أتذكر نفسي، فالذاكرة هي بالنسبة لي عبادة سرية. Thank you.
قبل أن أضاء بنوره كنت مجرد نقش ميت على جدران قصرك. هو قبل أن يعزف بأصابعه الناعمة على أوتاري كنت أعزف ذات اللحن في كل مرة. كنت عبارة عن ربابة جافة غريبة عن نفسها. أنا على راحتيه أجد الإخضرار والحدائق والأشجار، أرى ما هو أوسع من البحار، أجمل من لمعان ضوء الشمس على مياه الأنهار. أرتاح في ظلال الأشجار التي نبتت على راحتي، ولكنك أنت لن ترى أي شيء من هذا أبدا. أنا أعلم من أكون، ولكن هل يعلم هو بأنه شمس حياتي حتى وإن لم يعلم؟ أنا تلك الفراشة التي تحوم حول النور، تلك الفراشة التي كلما اقتربت من نور الشمس ذاب جناحها. أنا العبد إبراهيم، أنا من كنت فراشة مولانا وعبده وكذلك رفيق دربه في تلك الطرق التي مشيناها والساحات التي قاتلنا فيها. وجدنا بعضنا البعض ولم نخسر شيئا، لا مدنا ولا طرقا ولا فصولا ولا حتى السنين، قضيناها كلها سويا. أنا أفكر فيما مضى، فقد مضى كل شيء وبقيت الصداقة. أقولها وأكررها مرات عدة، أقولها حتى إن جاءتني المنية في آخر لحظات عمري كي لا أنسى. طلع في ناس بيحبوه للباشا. الله يرحمه يا رب. آمين آمين. شوفي أمي، في كتير نسوان هون بدهم يحفروا قبور لبعض بس عم يستنوا الوقت المناسب. بأكد لك إنه في واحدة منهم بدها توقع بشي حفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
شبابي كنت أرى أن الموت هو وداع للحياة الدنيا، وكنت أتساءل من يريد الذهاب إلى الموت بقدميه؟ من يرغب في التعري أمام ذلك التنين؟ يا أيها الذين ذاقوا الموت ابتعدوا، فهناك زوار سيأتون إليكم، أفسحوا الطريق. من ينظر للموت كما رآه يوسف يقدم روحه قربانا، أما من يراه ذئبا فسيضل طريقه. في النهاية الموت يأتي كما نراه، عدو لأعدائه وصديق لأصدقائه. من حكم رب العالمين يا رئيس بيري، هذا الطريق مرسوم إلنا كلنا وما في منه مهرب. نطلب من ربنا يخليكم فوق راسنا يا مولاي السلطان. آمين. مثل ما بتعرف جنابك يا رئيس، أعمال الدولة ما لازم توقف أبدا، ولازم عين رئيس جديد للبحر بدل الله يرحمه. أنت بتشتغل بالبحرية من أيام السلطان بيزيد خان لهلأ، الخرائط يلي حضرتها بنفسك وكتاب البحرية يلي كتبته بإيدك هو دليل البحارين، ومشان هيك أنا حابب أخذ نصيحتك. هذا من لطف سعادتك مولاي، أنتو منحتوني كرم كبير بجوز ما كون بستاهله. الله يرحمه ويغفر له، كلها سنين ما خطر لي أبداً أنه فكر عن بديل للرئيس خضر. أنا فعلاً بحاجة لمشورتك يا رئيس، قول الشي اللي بيرضي ضميرك. أكيد جنابكن بتعرفوا شو هو الأنسب. الرئيس خضر كان قائد بحار مغوار، وخسارته المفاجئة على قد ما زعجت جنابكن قد ما فرحت بنفس الوقت أعداء الدولة العلي. ضل سنين طويلة هو الكابوس تبعهم. مزبوط، ولهالسبب مهم كتير ما ينتزع النظام يلي حطه الرئيس بالبحرية ويستمر مثل ما كان قبل. لازم حدا يمشي بطريق الرئيس ويكون عنده خبرة واسم له قوته، ونسلمه هالوظيفة بأقرب وقت يا مولاي. احكي لي يا سليمان، أنا حبيبتك هيام، احكي لي عن همومك ويلي شاغل بالك. إذا بتحكي لي قلبك بيرتاح. احكي لشريكة حياتك ودربك يا سليمان. أنا عم فكر بولادي يا هيام،
بمصطفى وسليم وبيازيد. عم يرتكبوا أخطاء كبيرة، ما عم دور على العيب اللي فيهن، عم دور على العيب اللي فيني. أي كلمة أنا بقولها أو أي قرار أنا بقرره، إذا بيفرح أي واحد منهم بيخلي باقي الإخوة يغرقوا بالحزن؟ مستحيل تقدر ترضيهم كلهم يا سليمان، بس مع الزمن أكيد هن رح يفهموا ويستوعبوا أنه قراراتك هاي هي اللي خلتهم عايشين بسعادة. هذا رأيك؟ أنت أكيد بتعرف قصة سيدنا خضر مع سيدنا موسى. يا ريت كل ما توصل لمفترق طرق تتذكر قصتهم، لأنه رح يرتاح قلبك، أنا متأكدة من هذا الشيء. طالما هيك احكي لي إياها أنت هلا، خليني اسمعها مرة تانية من تمك الحلوة. سيدنا موسى وسيدنا خضر طلعوا مع بعضهم رحلة بالمركب، وصحاب المركب ما طالبوهن لا بمصاري ولا بشي بنوم. سيدنا خضر طول الرحلة عم يحكي مع سيدنا موسى ويطلب منه يكون صبور. بأثناء الرحلة بيجي عصفور دوري وبيحط على طرف المركب وبيشرب من مية البحر، فبيقول سيدنا الخضر لموسى: ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كنقر هذا العصفور في البحر. وبعد شوي بيجي سيدنا خضر وبيكسر كذا خشبة من المركب، وبيرجع سيدنا خضر وبيطلب منه يكون صبور. وأخيراً بينزلوا على الشط وبيصادفوا ولد صغير بطريقهم، بيقوم سيدنا خضر بيقتل الولد. سيدنا موسى ما بيتحمل هذا الشيء وبيأنب سيدنا الخضر لأنه قتل إنسان بريء. سيدنا خضر برد عليه وبيقول له: أنت مو قدران تصبر شوي؟ وبيكملوا طريقهم. بيشوفوا حيط على وشك إنه يوقع، سيدنا خضر بيصلح الحيط بإيده. بيقوم سيدنا موسى بيقول لسيدنا خضر: أنت ليش عم بتتعب حالك بشغلات فاضية؟ سيدنا خضر بيطلع فيه وبيقول له: صار لازم نفترق لأنه طلع ما عندك صبر بنوب، بس رح أوضح لك قبل ما نفترق. أنا حبيت خلي المركب يبين قديم لأنه هون بهاي البلاد في حاكم ظالم كتير بياخد المراكب الجديدة بالقوة، وأنا قتلت الصبي الصغير لأنه إذا كبر هالصبي رح يأذي أبوه وأمه ورح يردن عن طريق الصواب. أما بالنسبة للحيط، كان ملك لطفلين يتيمين، وبس يكبروا هالولدين رح يلاقوا الكنز المدفون تحت الحيط، ولازم يضل متين لهداك الوقت. وقت سيدنا موسى فهم كل شي صار معهم بهالرحلة، وأنه بكل خير في شر وبكل شر في خير كمان، وبكل نعمة في هم وكل هم في نعمة مخباية فيه، وما في شي بهالدنيا ظاهره مثل باطنه. سليمان، اوعى تحس بالندم للحظة واحدة على القرارات يلي أخدتها. قرر الشي اللي بتعرف إنه هو الصح، ولا تخاف من شي. هويام، موتة الريس خضر عيشتني بحالي من الضياع والوحدة. بس الحكي اللي سمعته هلأ من لسانك الحلو وعيونك الحلوين هدول نسوني كل شي. انت الوحيد اللي بوثق فيها بهالعالم يا هويام. انت خليك هون يا سنبل، صار في ناس اكثر من العاده بالقصر، ما بتعرف شو بصير.
لا تاكلي هم يا مولاتي. تفضلي سلطانة. الوزير الأعظم رستم باشا. حضرة الأمراء، قليلا. شوف يا رئيس توكورت، إذا أنا اليوم عينتك رئيس البحار رح تمشي على نفس درب المرحوم خطر خير الدين باشا، ولا رح ترسم طريق جديد لإلك؟ درب خطر خير الدين باشا يا مولاي هو درب انتصاراتنا على أعدائنا الكفار، وأكيد ما رح نختار غيره. نحن بالبحر ولدنا، وأكيد بهالبحر رح نموت، وشو ما بيأمرنا عالم البحار هو يلي بيتنفذ مولاي. جلالة السلطان سليمان المعظم أمر بتعيين رئيس البحار سوكولو محمد آغا. قلي لشوف يا سوكولو محمد آغا، إذا أنا اليوم أخذت قراري وعينتك رئيس للبحار، أي طريق رح تختار؟ رح تمشي على نفس درب المرحوم خضر خير الدين باشا، ولا رح ترسم طريق جديد لحالك؟ مولاي أنا من أيام الحملة على العراق وأنا عم أخدم جلالتك، اشتغلت سايس وحاجب إلك وحارسك الشخصي وكبير خدمكم كمان، وهلأ أنا كبير الحرس لحم كتافي من خيركم، وأنا عم عيش ليلي ونهاري بس كرمال راحتكم. أنا ما رح أمشي بطريق الرئيس خضر، ولا رح أرسم طريق إلي. أنا مثل كل خدمكم، دربي هو دربكم يا مولاي. بالإضافة لذلك تم تعيين الرئيس توغورت قائد عام على أسطول البحر المتوسط. إن شاء الله تكون القرارات خير علينا. آمين.